السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أعزائي الغاليين؟ إن شاء الله كله بصحة وبسلامة وبخير. اليوم شرحنا راح يكون كيف توصل جهازين جيمينج بي سي مع ستريمينج بي سي، أو ستريمينج بي سي مع بلاي ستيشن أو الإكس بوكس. أسكوا على المقطع. نجي الآن لشرح الدول بي سي اللي هو بي سي ستريمينج بي سي جيمينج، كيف تشبكهم مع بعض وتبث من جهازين. طبعا أنت راح تحتاج حق قطعة الكابتشر كارد، تشبك قطعة الكابتشر كارد سواء كانت يو اس بي أو بي سي آي إي في جهاز الستريمينج. تحتاج لكيبل اتش دي تشبكه في منفذ الان الموجود في قطعة الكابتشر كارد، والطرف الاخر راح توصله بالبي سي الجيمينج وتشبكه في مدخل الجي بي يو اللي هو كرت الشاشة. طبعا هذا فيديو توضيحي يبين لك طريقة التركيب. نجي الآن إلى إعدادات الويندوز، نضغط بكليك يمين ونروح على إعدادات العرض. بتشوف هنا الشاشات اللي موجودة عندك. الجهاز راح يتعرف على قطعة الكابتشر كارد كأنها شاشة، بصير عندك واحد واثنين. أنت في حالة طبعا عندك شاشة واحدة شابكها على جهاز الجيمينج. تنزل تحت تروح على أجهزة عرض متعددة، تشوفها تقريبا راح تشوفها توسيعة أجهزة العرض، وهنا واحد اللي هي شاشتي واثنين هي قطعة الكابتشر كارد المشبوكة. الآن تروح على تكرار أجهزة العرض، هنا ايش راح يسوي؟ راح ينقل لك شاشتك كاملة إلى قطعة الكابتشر كارد بالضبط. في حالة أنت إذا عندك شاشتين على جهاز الجيمينج واحد واثنين وثلاثة، راح تشوف أي واحدة فيهم قطعة الكابتشر كارد وتسوي لها دوبليكيت اللي هي بالانجليزي تكرار أجهزة العرض. بتشوفها واحد او اثنين، تبغى تكرر على اثنين ثلاثة اربعة بالضبط على حسب الرقم اللي راح يطلع لك حق القطعة الكابتشر كارد، بتشوفها صغيرة مرة. اذا كنت تبي تعرف اي واحدة فيهم شاشتك اللي هي قطعة الكابتشر كارد هي واحد او اثنين او ثلاثة، تروح على جهاز الكنترول بانل لوحة تحكم انفيديا، بتروح على اعدادات أجهزة العرض متعددة، بتشوف هنا شاشتك رقم واحد، بتشوف رقم اثنين اللي هي قطعة الكابتشر كارد باسمها AVT، هذه الكابتشر كارد اللي عندك. ممكن راح تشوف شاشتك الثالثة هي LG، سامسونج، أيا كانت. كما يمديك تعدلها من جهة انفيديا كنترول بانل، تسوي لها الدمج من هناك من جهة أجهزة العرض متعددة، تسوي الدمج من داخل برنامج انفيديا. إذا كنت راح تبث عن طريق ستريمينج بي سي وبلاي ستيشن أو إكس بوكس، راح تحتاج لقطعة الكابتشر كارد. بنفس الطريقة راح توصل قطعة الكابتشر كارد في جهاز الستريمينج عن طريق اليو اس بي أو بي سي آي إي، وتركب كيبل اتش دي ام آي في منفذ الان الموجود في الكابتشر كارد إلى السوني أو الإكس بوكس، وتأخذ كيبل اتش دي ام آي ثاني تركبه في مدخل الأوت الموجود في الكابتشر كارد وتوصله إلى شاشتك. إذا ما اشتغلت معاك نقل الصورة حق الكابتشر كارد، لا تنسى تدخل على إعدادات الـ HDMI وتقفل الـ HDCP علشان تشتغل معاك القطعة بينقل لك الصورة. وراح نزل مقطع شرح الـ OBS إن شاء الله قريب، وكيف تستخدم البث المباشر أو التسجيل. وأي سؤال تحتاجونه تقدرون تكتبون لي في التعليقات أو تواصلوا معي عن طريق حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تجينا على البث المباشر في منصة التويتش. أنا أبث يوميا بعد صلاة الظهر. إن شاء الله إني كفيت ووفيت. سلام عليكم.